اهلا وسهلا بحضرتك استاذ شريف وكل متابعينك الكرام الاعزاء طبعا، وكل جمهور الراي العام الواعي العاقل الذي يدرك ويتابع عن كسب هذه الدعوه ويحاول جاهدا حل الغزها. هذه الدعوه احنا اشتغلنا في القانون الجنائي كتير وفي قضايا جنائيه كتير. هذه الدعوه مليئه كثيرا بالغاز. حضرتك لما تقرأ رواية أو تحس إن فيها ألغاز، هذه الدعوة مليئة بالألغاز. خروج طبيب لإجراء كشف طبي من مركز من مستشفى حكومي ما بيطلعش كده بالساهل. كاميرات المراقبة التي أفردت أجزاء مقتطعة ومجتزأة عن سياقها بتقول إن الطبيب ده ما كانش راح يعمل كشف. من تدعى مارينا غطاس لا وجود لها حقيقة، لا في الأوراق ولا في سجلات معهد ناصر ولا في جمهور الشعب المصري بأكمله. ما عندناش حد يا فندم اسم الكلام ده. محو الصدر الوارد من المكالمات من ناحية شهود الإثبات، ده اللي يكون المفروض المتهم الرئيسي في الدعوة. هو اللي أخرج الدكتور من خلال عمله يجري اتفاقية ما او مقابلة ما او تصفية حسابات ما ادت الى مقتله. ان يمحي هذه الروايات ويمزجها ويقول لك اصلا انا عرفت واصلا انا شاهدت واصلا انا سمعت واصلا انا مش فاكر، وما يعرفش يقول لنا المجني عليه كان فين حقيقة. ولما يعرف بنبأ اختفائه يوم 10 قبل اكتشاف الجريمة وقبل الابلاغ عنها، ويسمع ان سين او صاد متغيب وما يتذكرش ان هو اللي اخرجه، يبقى ده مجرم، يبقى ده المتهم الرئيسي في الدعوة. واللي يقول غير كده يبقى بيخفي وبيتستر على مجرم رئيسي هارب من العدالة. هارب من العدالة، ده اللغز اللي ورا القضية. القضية دي يا فندم عندنا مفيش حاجة اسمها استدراج. الاستدراج لم يقع فعليا، لان المجني عليه والمتهمين يعلموا بعضا لبعض. هناك متهمين اخرين، بالقطع هناك متهمين اخرين، ليس واحدا بل اكثر من واحد. الاوراق كشفت عنهم بالدليل القاطع الذي سنقدمه ونثبته للمحكمة مصدرة الحكم. الجلسة القادمة هي اليوم الثامن من شهر اكتوبر، وهو اليوم الثاني من دور اكتوبر طبقا لقرار جمال عمومية محكمة استئناف القاهرة التي ستنعقد يوم الاحد الثامن من شهر اكتوبر، متمسكين بتحقيق طلبات دفاع المتهمين لاظهار الحقيقة واظهار الروايات. انا عندي طلب جوهري في هذه الدعوة، هو تفريغ كاميرات الواقعة يا فندم. مسرح الجريمة يشمل معهد ناصر، مرور المجني عليه، شقة ابو وفية، تقابل المتهم الثاني مع المتهم الثالث مع المتهم الاول مع المجني عليه، شكله كان عامل ازاي، الساعتين اللي تغيبهم المجني عليه كان فين، تقرير المكالمات الصادرة والواردة، والنطاق الجغرافي الذي اثبت يقينيا تواجد المجني عليه رفقة اثنين. الكلام ده فين؟ خفي عن اوراق الدعوة. لماذا تم اختفاؤه من اوراق الدعوة؟ ليه الكلام ده معرضش تحت بصر وبصيرة النيابة العامة كاحرص في الدعوة؟ جهاز الدي في ار، الادله الرقميه، التقارير، كل ده يا فندم لازم يكون ادله في الدعوه واحراز تحت بصر واشراف النيابه العامه. ما صدر للنيابه العامه اجتزاء يعني لقطات بشير اليها فقط. بقول هنا 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 لا، الدليل هو الذي يخضع لتقييم ويكون تحت بصر وبصيرة سلطة التحقيق وهي النيابة العامة. عندنا أمور كثيرة في هذه الدعوة لازم توضح عشان تظهر الحقيقة. نحن في هذه الدعوة نسعى إلى إظهار الحقيقة أيما كانت النتائج أو الأحكام المترتبة. دايما بقولها،
يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الحكم إلا لله. أؤمن جيدا أن الحكم بيد الله عز وجل، ينزله على لسان عبده قاضيا، وينزله على لسان المدافع المحامي عن أي من المتهمين، وهو الذي يوفقه لإظهار الحقيقة. غايتي في هذه الدعوة إظهار الحقيقة المجردة بغض النظر عن الأحكام، الأحكام إدانة أو براءة أو إلى آخره، بيد الله عز وجل. أؤمن بموقف المتهم الثاني والزج به في هذه الجريمة، عدم علمه بهذه الجريمة، عدم مشاركته في وقائع قتل أو خطف أو إلى آخره، هو كان مجرد إنسان بسيط جدا اللي بيتقالوا عليه بينفذه بدون فكر بدون وعي، لكن لم يصل إلى حد الجرائم. الكلام ده ثابت بالدليل اليقيني، اليقيني فعليا، مش مجرد ان انا بحسم ولا طالع ادافع ولا بستعطف حد ان نقول كده، لكن الكلام ده ثابت بالأدلة التي سنقدمها امام المحكمة ونثبتها بالدليل القاطع الذي يظهر الحقيقة كاملة. حضرتك مؤمن ب يعني ببراءة موكلك او براءة المتهم الثاني في القضية، ايه سر الـ يعني الـ الايمان سر الايمان ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي بات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ان القاضي الجنائي عندما يقضي، ولذلك في مقولة للمحكمة الدستورية العليا جميلة جدا في غاية الروعة افردتها واوردتها في عيون احكامها: ان التهم لا تزف زفا بالمتهم، ولا يغلبه اليقين في مقام ولا يغلبه الاتهام في مقام اليقين. فالاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا الشك والتخمين والظنون. انا بقول لحضرتك ان هناك من الشهود ومن الروايات ومن الادلة التي سنظهرها امام عدالة المحكمة ما تثبت عدم مشاركة او اقتراف المتهم الثاني لمثل هذه الجرائم. الامر الاخر تعرضه لاكراهات افقدته كامل ارادته. ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه يا فندم انك هناك ضغوط معينة على المتهم الثاني، وكان في حالات نقدر نقول تغيب واكراه ثابت بالدليل. الامر ده هنطرحه امام عدالة المحكمة. يعني مين مصلحته اللي هو يكره؟ بص يا فندم، المتهم الاول طلب منه احضر المجن عليه، في فلان جاينا هتهنا، ادى رسالته زي ما حضرتك عندك اي حد بتقول لي يا فلان استناني فلان هات لي فلان. هل هو يعلم بجريمة قتل؟ هل هو شارك في القتل؟ هل هو قال كذا؟ هتسألني تقول لي في اعترافات في النيابة العامة. الاعتراف ليس سيد الادلة، الاعتراف هو اوهن الادلة. كان قديما في القوانين القديمة في الانجلوسسكاني والقانون الالماني والقانون الانجليزي، ان عدلت هذه المدارس عن ما يسمى بدليل الاعتراف، سمي الان اوهن الادلة عندما يتضارب ويتطابق مع كافة الادلة الاخرى الفنية وغيرها وجميع الادلة، يبقى ده مش اعتراف حقيقي. ولا بد وان تتيقن المحكمة من صحة الاقوال المقال عنها اعترافا، هل هي صادقة مطابقة للواقع ام هناك شيء اخر يدور حولها. حقيقة الواقع هتظهر، حقيقة الواقع هتبان للرأي العام، وحينطق بها حكم المحكمة الموقرة جليا واضحا كوضح الشمس. لا يستطيع اي انسان عدم رؤيتها او عدم معرفتها حقيقة. ده اللي بطمن بيه جمهور الرأي العام كاملة. بقول لا تنسقوا الى تلك الاشاعات او الاغراض او الروايات التي لا تحمل سم الدليل، التي تظهر علينا ليلا نهارا جهارا، تجارة اعضاء، عملة، مش عارف ايه، كل هذه الارهاصات لا تحمل سم الدليل.
مشهدنا لما سمعنا الكلام ده قلنا له اللي معاه دليل احنا متحملين نحمل هذه الامانة لايصالها لجهات التحقيق والمحاكمة، هتقولنا من دون بالدليل عشان نفهم، ما حدش يا فندم من اللي حكى وقص كل القصص دي كان عنده دليل واحد الا انها حكايات من وحي الخيال ومن التلاعب بعقول البشر وافتراضات، وهل الظهور هل شهوة القيل والقال هل اغراض اخرى الله اعلم، بس كل الامور دي بلا ادلة فهي قصص من وحي الخيال. ولا في اطراف خفية في الموضوع؟ في اطراف خفية في الموضوع بالقطع، افصحت عنها اوراق هذه الدعوة باليقين التام باليقين التام، وعندي في قانون الاجراءات الجنائيه في الماده 11 بتعالج المساله دي. اذا اقيمت الدعوه الجنائيه وكانت هناك وقائع او متهمين اخرين، يجوز للمحكمه ان تتصدى اذا رات محكمه الجنايات في دعوه مرفوعه امامها ان هناك متهمين غير من أقيمت الدعوة عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهم المعروضة، فلها أن تقيم الدعوة، تتصدى محكمة الجنايات وتقيم الدعوة لهذه الوقائع أو تحيلها للنيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. وده حصل عندي في قضية أن النيابة العامة يعني سقط أو أحيلت متهمين وحصل سقوط سهوا من باب السهو عدم إحالة متهمين آخرين، فطلبنا طبق النص هذه المادة، فالمحكمة أمرت بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو متهمين تم إغفالهم بأمر الإحالة. إذا كانت الوقائع أوضحناها للمحكمة بدليل يقيني ويجوز للمحكمة أن تحيل للأوراق أو للنيابة العامة للتحقيق أو التصرف مرة أخرى أو تندب أحد قاضاتها للتحقيق أعضائها للتحقيق ويمتنع عليه نظر الدعوة، يقوم بمقام قاضي التحقيق أو سلطة التحقيق في هذه الدعوة، ولكنه لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم. كل هذه المسائل أوردها قانون الإجراءات الجنائية وجعل لها حلول، لأنها بتحدث تحدث، مفيش مشكلة، احنا عقل بشري، احنا مش قرآن أنزل من السماء، كلنا بنكمل بعض لبعض، المحققين النيابة العامة هي سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، الخصم الشريف والنزيه في الدعوة الجنائية، محامي المجتمع الأول هي النيابة العامة الموقرة، يعني بذلت مجهودا جبارا في هذه الدعوة تحقيقا وتصرفا واتهاما وجمعا للأدلة وتحقيقات، أنا بحييها فعليا. المحكمة ستنظر هذه التحقيقات والأدلة وتقيمها، الدفاع سيدلي دفاعه لمعرفة وإظهار الحقيقة وبيان كل نقطة جوهرية في هذه الدعوة، وصولا كل هذه الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة المجردة. الحكم لله عز وجل، الحكم هو الذي يحكم به الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. اطمئنوا وادعونا بالتوفيق بغية إظهار الحقيقة فقط لغير. طب انت أستاذ أحمد دايما بتقول الحقيقة الحقيقة، هو الحقيقة فين في قضية طبيب الساحل؟ انت مؤمن ببراءة يعني أحمد فرج في القضية؟ هو الأول بس بص يا شيف بي، أنا أولا عشان أشارك في أي جريمة لها ركنان، أي جريمة لها ركنان، ركن مادي وركن معنوي. ركن المادي هو في النشاط والسلوك الإجرامي، ودايما في النظرية العامة للجريمة اتعلمناه في القانون الجنائي، قد يكون عملا إيجابيا وقد يكون عملا سلبيا، ده النشاط والسلوك الإجرامي. ثم نتيجة انا عملت الفعل ده او النشاط ده او السلوك، سلكت المسلك ده بغية احداث نتيجة معينة. لما اسرق يعني اختلس المال واستولي على المال، لما اضرب فاقصد به ايذاء شخص بالضرب،
لما اجرح يبقى انا اقصد به الجرح، لما اقتل يبقى انا اقصد به نتيجه وهي الوفاه، نيه ازهاق الروح. لازم يكون في علاقه السببيه، ده في الركن المادي، بين النشاط والنتيجه او السلوك والنتيجه. الامر الاخر الذي تقوم عليه ركن اسمه الركن المعنوي للجريمه، العلم والاراده. حضرتك انا لو قلت لك تعالى اطلع معايا رايحين مشوار، وانا انت في نيتك طالع معايا مسالم، انسان ما عندكش اي علم ان انا هرتكب جريمه، تسال عن هذه الجريمه؟ لم تقصد بها علما، لم تعرف بها، لم تتجه ارادتك الى احداث نتيجه او اتيان جريمه معينه بعينها، يبقى انت ينفع تكون متهم. الركن القصد الجنائي او الركن العلم والاراده بركنيه والقصد الجنائي هو ركن من اركان الجريمه، وان لم يثبت يا فندم فعليا لا تقوم الجريمه. الواقعه لها صوره اخرى اثرتها الاوراق، سأطرحها امام عدالة المحكمة الموقرة في مجملها. هناك من الادلة ما لم تورد في اوراق هذه الدعوة، سنطلب بها ببيانها واتيانها وتحقيقها في هذه الدعوة وصولا الى الحقيقة. حقيقة الواقعة امر اخر بغير ما اطرحته اوراق هذه الدعوة. أؤكد وأجزم أن حقيقة الواقعة غير ما نطقت به أوراق الدعوة، الحقيقة مغايرة. كل جمهور الرأي العام ناقش الحتة دي ويتكلم في الحتة دي وبيروح للحتة دي، مش أنا اللي بقول كده، ده كلام خطير على فكرة، ده أنا تابعته منكم ومن خلال قراءة الأوراق في حلقة مفرغة. الحلقة المفرغة عشان لازم تركب، عايزة تعرف الناس للحلقة. هو بالظبط محمد فرج معترف، هو إيه العلاقة اللي ما بين يعني احمد فرج المتهم الثاني والمتهم الرئيسي الدكتور؟ يعني احمد فرج مساعد للدكتور، المتهم الاول ده الدكتور، المتهم الثاني المتهم العامل، المتهم هو في عقد لقي منشور، ده شاب بيعمل في صعيد مصر، لقي وظيفه في مراكز طبيه تقدم لها، قبل في هذه الوظيفه، حرر عقد عمل بصفته محاسبا او حسابي للمركز الطبي. صيغ هذا العقد في نطاق، وده عقد غريب الاطوار، ان يضع فيه شرطا جزائيا، والشرط الجزائي من شروط العقد يجوز، لكن ان يوقع اصابات امان على بياض، ثلاث اصابات امان على بياض، ده امر في غاية العجب. احمد فرج انسان بسيط جدا، بكل شهود الروايات، شهود الإثبات في هذه الدعوة أنه مطيع إطاعة تامة للمتهم الأول، لو طلب منه أي حاجة بيلبيها له، وده تقدر تقول اللي هو الرئيس والمرؤوس في المصالح الحكومية وفي الجهات. النهاردة اللي بيشتغل في سوبر ماركت، لو صاحب السوبر ماركت قال له اعمل كذا بيعملها أكيد طبعا، بس يبقى ساذج ويوصل. بس هو لا، ما يا فندم أنا بس، هل يعرف إن في جريمة هترتكب؟ هي دي الركن، العلم والاراده. طيب انا عندي من الادله، لو ظهرت حقيقه، لو مش ظهرت هي هتظهر ان شاء الله بفضل الله، ان احمد فرج وصل الدكتور اسامه الشقه ومش على طول، ما تواجدش. الفيديوهات المطروحه دي انا اجزم ان لا هذا الذي على الكرسي ليس المجني عليه، ولا المتهم الاول ولا المتهم الثاني. كلام جديد اول مره نسمعه أصلاً. لا انا بقول لحضرتك اهو، اجزم يقينيا انهم هم ليس الذي سيق في الفيديوهات المنشوره. امال الاستدراج اللي تم؟ مفيش استدراج يا فندم، مفيش حد اسمه منير غطاس. الاتصال التليفوني اللي تم، فين اتصال التليفوني؟ فين ما يؤكد رؤيه الاتصال التليفوني؟ اقوال مرسله لا يعززها ثمة دليل يقيني جازم. والقاضي الجنائي النهارده لما بيحكم يا فندم بيحكم بدليل، بيحكم بجزم ويقين، مش مجرد فروض خياليه. هذه الدعوه نسج عنها فروض وقصص وروايات خارج العقل والمنطق، لا يؤازرها ثم الدليل واحد ولا يؤكد صحتها دليل واحد. مفيش. نقول لي تجاره عمله، والقصه كان مش عارف مين، دي روايات دست في الاوراق عشان نموه الجريمه راحه فين، ونقول نلعب في حته والناس اتجاهها تروح فين. الجريمة
اكثر بكثير من واقعه قتل او سرقه او 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 ده عمليه فساد كبيره بيحاولوا طمسها، لكن ان شاء الله ربنا هيظهرها. وكل انسان اقترفت ايده في هذه الجريمه انا بوعدك ان باذن الله وبفضل الله هياخد الجزاء الاوفى ليه. طب ليه تم تعذيبه طالما يعني كان ممكن يتم يعني قتله وخلاص؟ ومفيش تعذيب يا فندم، فين التعذيب؟ بتقرير الطب الشرعي لم يروي ان هناك اصابات ظاهره، مفيش اي اصابه. طب مفيش هذا من مناقشه كبير الاطباء الشرعيين يا فندم. كبير الاطباء الشرعيين بص، هو الاصل ان تشنب لجنه من كبير الاطباء الشرعيين واستاذ عقاقير، لان يعني المعمل الكيماوي مش الطبيب الشرعي اورد من العينات الماخوذه انها هناك عقاقير طبيه. عاوزين يا فندم نعرف عقاقير طبيه بتؤدي الى الوفاه بالقطع من عدمه، كميتها قد ايه؟ لان تقرير الطب الشرعي بيقول لي من مضاعفاتها. انا لو جبت اي دواء في العالم في النشره الداخليه بتاعته بيقول لي اثاره الجانبيه ومضاعفاته ايه. حضرتك الابتريل والريفوتريل اللي احنا بنشوف الشباب بيضربوا بالكميات بيموتوا؟ لا. بيموتوا؟ لا. سبب الوفاة مبهم في اوراق هذه الدعوة. زمن الوفاة مبهم، ما تقوليش في تاريخ معاصر. مذكرة النيابة قالت من جماع. طب هناك من مذكرات رأي النيابة ما امرت به الطبيب الشرعي في حدود نبه ومأموريته اجراءات معينة ان يتخذها تغافل عنها عن عمد ولم يقم باجرائها، يبقى التقرير ده يصيبه ايه؟ البطلان، يبقى تقرير باطل. ليه انا عاوز النهارده لما انت يعني اصل معلش تقرير الطب الشرعي مش قران انزل يقبل. انت قلت لي الوفاه جائزه الحدوث مش يقينيه الحدوث، في فرق. الجائز هو ما قد يكون وما قد لا يكون. طيب الجائز ده الحدوث بسبب المواد المخدره بيعمل ايه؟ المواد المخدره دخلت في الجسم وقفت القلب، فقلت لي حصل انخفاض يعني ازمه قلبيه، حصل هبوط حاد في الدوره الدمويه ادت الى الوفاه، كذا. ما فيش الكلام ده، ما حصلش يا فندم في تقرير الطب الشرعي. عاوزين استاذ كبير نعرض قدامه الاوراق، اهل الذكر فعليا اهل الخبره هم اللي يفهمونا، هم اللي يفهمونا. كمان العقاقير الطبيه انا مع احترامي الشديد مش اختصاص الطب الشرعي. كمان في تقرير التحاليل بتاع المعمل الكيماوي للعينة العشوائية اللي اظهر فيها ان هناك مواد هي في حقيقتها مهدئة ومثبطة وليست مواد مخدرة، ده جدول ثالث. انا اعرف المخدرات اللي هو جوهر المخدر غير جوهر الادوية التي عدت من قبيل المخدرات. يعني ما يقال عن هناك بعض ادوية عدت في قبيل جداول، ادرجت بقبيل جداول المخدرات، هي في حقيقتها مسكنات الام وامراض نفسيه وامراض صرع، لكن من كثره تداولها ومن كثره اخذها يعني الكلام ده وخوفا على الصحه لا ادرجت من قبيل جداول المخدرات، لكن هي ليست جوهرها اصليا انها مخدر في صحيح العلم. هي مش هيروين، هي مش نبات القنب، هي مش جوهر الـ 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 الكلام ده. دي المخدرات باصلها. فانا عاوز اعرف النسبه اللي اكتشفتها التحليلات في المعمل الكيماوي، قالت لي نسبه كام في الميه تؤدي الى القتل، تؤدي الى كذا، نسبتها قد ايه. ما انا معلش يا فندم ما اشربش جرعه ماء وتقول لي يا اصل توفيت من قبيل شربك الميه. الميه دي يا فندم قد تكون مسممه، تسمم مائي. يعني في بريطانيه شربت 2 لتر في خلال ساعه حصل لها وفاه بالتسمم المائي. هل شرب الميه قاتل؟ هل شرب المياه قاتل؟ لا، لكن حصل تسمم. طب انت قلت لي من تناوله لهذه العقاقير حصل تسمم؟ لا. الوفاه جائزه الحدوث في مجلها من الحفر والحفره و الله الله الله، احنا كلام مرسل بنحطه كده وبنلزقه. انا عاوز نتيجه يقينيه حقيقيه وفق تقرير فني. تقرير فني انا عاوز اشوفه حقيقه، انا مش لاقي تقرير فني في الدعوه. مش بشكك ولا بخون، ده علم، نتفق ونختلف.
الأطباء لهم مدارس مثل المدارس القانونية والمدارس الفقهية، فكل ده عاوزين نعرفه وعاوزين نبسطه تحت رقابة الجهة الفنية العليا. وده حقي عندنا في قضية من تدعى القاتلة ابنها هناء، تقي طب الشرع النفسي أثبت أنها غير مريضة في الأولى، وعندما عطوني عليه جاء التقرير باللجنة الخماسية أنها مريضة نفسية، وهذا المرض يؤثر على حرية إدراكها وقت ارتكاب الجريمة ويمنحها من المسؤولية الجنائية. فدايما التقارير دي مش قرآن أنزل قبل الإثبات، العكس والعكس والعكس والعكس. فده مش عيب ولا حرام، وطلب مشروع إن نبغي بيه الحقيقة ونبغي فيه معرفة السبب الحقيقي، هو ده اللي احنا عاوزينه وهو ده اللي بننشده. وربنا يعيننا على الأمانة اللي اتحملناها. شارك في الحفر أحمد فرج يا فندم، الحفر ده تم بغاية عقد في اليوم الثالث في عيد الفطر المبارك في شهر 4، ومش حفر قبر، حفر عبارة عن نقدر نقول صندوق تحت الأرض، حفر بحط له الياسة باللغة العامية، بمحره وحط له فل أو فبر وعمل له باب خشبي كمخزن. مخزن ليه يا شريف بيه؟ هناك مستلزمات طبية وأجهزة وأطراف صناعية من المافيا، من المافيا اللي بتسرق، مش تجارة أعضاء، ده أعضاء صناعية دي تمنها بملايين بتاعت محمد ناصر، فلازم أحطها بعيد عن أعين الجمهور، لأن دي مكتوب على الكيس بتاعها أو المنتج بتاعها مخصصة لجهة حكومية، فلما اشوفها في عيادة طبية خاصة تبقى جريمة، ولما بيعها عامل زي اللي بهرب. فكان الغرض من الحفرة دي تخزين مستلزمات وأطراف وحاجات صناعية قد يكون مستولى عليها من جهات إدارية، أنا مش جهة تحقيق. هناك فساد في جهات إدارية، هناك فساد في الجهات الإدارية، النيابة العامة مش ساكتة على الموضوع ده، ولا الجهات الرقابية ولا حكومتنا بتسكت على الكلام ده. بس لما نعرفها ولما نكتشفها، ومن ضمن ما قيل في اوراق هذه الدعوة وان لم يتضمنها، ان في تحيات مفتوحة في شبهة فساد كبير. سبب الاصابات اللي موجودة في احمد فرج ومطالبتها بالكشف عنه؟ ده امر يا فندم يخضع طبعا احنا خدنا الاجراءات القانونية عندما يعني روي لنا انه تعرض لتعذيب شديد بدني، تعذيب مادي، واكراه لحمله على شيء معين. خدنا الاجراء القانوني في حينه وطلبنا في حينه عندما علمنا وابلغنا النيابة العامة الموقرة ومكتب النائب العام بضرورة توقيع كشف الطب عليه وسماع اقواله وبيان سبب الاصابة ومحدثها وكل الكلام ده، الا ان هذه الطلبات لم تعرض باوراق هذه الدعوة، لكن معانا بياناتها ومعانا ما يفيد ان احنا تقدمنا بيها، والاصابة ثابتة، والطب الشرعي عنده، الطب الشرعي بتاعنا كبير قوي وعنده علم كبير قوي يقدر يثبتها. فعشان كده هنقدر، يقدر الطب الشرعي يقولك ده اثار حرق، كهرباء، اثار ضرب، اثار تعذيب، وامتى حصل. مين صاحب مصلحة في ان هو يضرب او يعذب او يحرق احمد فرج؟ بص يا شيف بيه، مفيش انا اقدر اقولك صاحب مصلحة، لكن في جهات انا معرفش. هو التعذيب وارد، احنا شفنا تعذيب في قضايا كتير، والتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وفق الدستور المصري. عندنا من القضايا اللي سردت زمان وشفناها في المحاكم في تعذيب، في تعذيب، في ما اتهم في تعذيب واستعمال قسوة، فيه، والجريمة دي مش بتسقط بالتقادم وفق الدستور المصري. احنا خدنا تعرض لتهديدات كثيرة وكثيرة وكثيرة، واخذت اجراءات قانونية في حينه. من مين؟ من ناس كتير، من ناس كتير، بس انا ما اقدرش اتكلم عنها، ما ينفعش اتكلم عنها منصات السوشيال ميديا ولا اعرضها الا في دفاعي، الدفاع الحقيقي اللي بيتأدى امام محكمة. انا طالع اوضح بعض النقاط والامور، مش بترافع ولا بدافع عن متهم في هذا الحديث او هذا المقال.
لكن مجالي امام المحكمة زي الطبيب اللي بيعمل عملية في غرفة الجراحة. انا اعتبر غرفة الجراحة بتاعتي هي المحكمة ومنصة الدفاع ومنصة القضاء. ده اللي انا عاوز اقوله. قبل القضية التهديد ولا بعد التهديد؟ التهديدات منذ بدء ارتكاب الجريمة ومنتهاها وبعد القبض وعقب القبض وأثناء العرض عن النيابة وبعد النيابة وفي المحبس إلى هذه اللحظة اللي أنت بتكلمني فيها دلوقتي. أحمد فرج قتل؟ شارك في ارتكاب جريمة القتل؟ عن عمد وإرادة لا. اقترف القتل بإيده؟ لا. لا. مشارك؟ لا. اشمعنى هو اللي متواجد ومتهم وشريك في ارتكاب الجريمة؟ لا، التلاتة طبقا لأمر الإحالة الموصوفة قانونيا في القيد والوصف قتل والمتهمة الثالثة اشتركت وعقوبة الشريك كالفعل الأصلي. ده الاتهامات وصفا وقيدا بأمر الإحالة، لكن الحقيقة هي الذي سيصدرها حكم المحكمة المضيء بنور من الله عز وجل. ده اللي بوعد بيه جمهور الرأي العام، وبوعد بيه ان في رقبتنا امانة شديدة. في ناس كتير بتضغط علينا اني سيب القضية ومش سيب القضية. لا، مش هسيب القضية لو اخر نفس في حياتي، مش هسيب القضية ايمانا ببراءة متهم. لو ارتكب شيء يتعاقب عليه انا ما عنديش مشكلة، بالعكس هكون سعيد في الكلام ده. طبعا الكلام ده شيء انا يعني ببقى سعيد بيه، ان اللي يرتكب خطأ ينال الجزاء الاوفى ما عنديش مشكلة، بس ان يتظلم انسان او يغدر بيه او يزج بيه في حاجة فعلا هو ما عملهاش وما يعرفش بيها، ده قمة الظلم. من ضمن طلباتك سماع شهاده والده؟ لا، انا بص بص يا شريف بيه، انا يمكن طلبت هذا الطلب عندما يعني شهدت ان المجني عليه كان يعمل بعياده المتهم الاول، ان المجني عليه تعرض لواقعه اختطاف قبل الجريمه ب 15 يوم. حبيت اسمع شهادتها واعرف ليه الكلام ده ومين اللي عمل الكلام ده وازاي كان بيشتغل في العياده، لان شهود الاثبات كلهم ما حدش قال لي الكلام ده. عاوز استوضح حقيقه في الاوراق، الى ان فوجئت عقب الجلسه الاولى انها قامت حد من منصات السوشيال ميديا غيرت معاه الكلام نهائيا وقالت انا سمعت تماما الى سماعها الست بكل اريحيه انها علمت من فلان وفلان القيل والقال فقالت عليه. فالست حطيناها في موقف اتهام ومحاكمة ولقيت بيانات بتتحط لها، فانا انقب نفسي ان اسألها ومش حط بسؤالها، لان هي طلعت على الرأي العام وقالت الكلام ده انا سمعته تماما الى سمعي مش حقيقي، لكن الاول كان وردني ان هو حقيقي ودي معلومات عندها حبينا نستوضحها، لكن انا لا كنت ولا حكون ان اقدر احطها في موضع اتهام ولا موضع حتى سؤال، ما يصحش، عيب عيب علينا ولا نقدر نحاكمها. دي ربنا يصبرها فعليا، بثقة ربنا يصبرها، بضمير ربنا يصبرها ويربط على قلبها وربنا يعوضها خيرا وربنا يغفر له ويجعل مثواه الجنة. احمد فرج قابلته كم مرة؟ في اثناء يوم المحكمة دي اول مرة، لكن طبعا طاقم المكتب كان متابع القضية وقرينا الاوراق وحصل زيارة عقب التحقيق الاول مع والده مرة تقريبا. والده واسرته عاملين ازاي؟ بسطاء جدا، بسطاء جدا زي اهالينا اللي في مصر كلها، بسطاء جدا. في رسالة يعني حملها لك ان انت يعني توصلها لاسرته؟ هل في كلام، هل في حاجة يعني عايز يقولها؟ يعني انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، اقسم بالله ما عملت حاجة. وقال اول ما شاف والده قال يا والدي انت معلمني على الصدق واقسم بالله ما عملت الكلام ده ولا حصل الكلام ده ولا دفنت ولا قتلت ولا شفت الكلام ده. في روايات يا استاذ شريف وفي ادله
هتظهر الفترة الجاية. وقعد وعد حقيقي أن هناك مفاجآت ستحدث الجلسة القادمة كثيرة، بالدليل القاطع، بالدليل القاطع، ليست روايات من وحي الخيال، وليست طلبات غريبة أو مستغربة، لكنها تبغي إظهار الحقيقة المجردة أيا ما كانت نتائجها، عواقبها، أحكامها، أيا ما يكون. في نهاية اللقاء بشكر الأستاذ أحمد عاشور على اللقاء وعلى حسن الضيافة.